النهارده والكلام ده امبارح يعني ولا حتى ايه؟ اللحظه انت فيها وانت في مسابقه ما تعرفش ان 28 ده مباراه كاس ولا مباراه دوري ولا مباراه. انت عايز رايي انا الشخصي؟ انا رايي الشخصي ترى هتلعب دوري. انا رايي الشخصي 28/2 ده لو اتحاد الكوره بيفكروا ان ده كاس يبقى ده قرار خاطئ. لازم الكاس مصر يتلغي. انت النهارده لو انت بتتكلم لازم تنجح مسابقتك هي مسابقه الدوري العام، منها الصعود، منها بطل الدوري روح يعني افريقيا. انا بصراحه شايف وبعدين على فكره لا مش مشكله. لا 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 بص يا كابتن اسلام في موضوع لا لا خلينا اقول لك بس خلينا نتكلم. انت ما ينفعش تاخد في الثلاث شهور اللي جايين كل حاجه دوري معلش بقى هقول لك حاجه وافريقيا وتنظيم كاس امم. لازم تضحي زي الفل. عندك فرقه في الاتحاد في البطوله العربيه، عندك اهلي زمالك، وعندك الاسماعيلي دخل في بطولات افريقيا صحيح. فانت لازم تنقذ الدوري. يا سما انت عارف انت عندك مشكله كبيره جدا جدا جدا. شهر 8 اللي جاي مين اللي هيلعب في افريقيا؟ طيب مين اللي هيلعب في افريقيا؟ النهارده اتمنى ان حد يقول لي. يبقى انت النهارده لازم عندما سئل كابتن احمد شوبير على كنائب لرئيس الاتحاد لما سئل قال لك احنا عارفين الغاء كاس مصر يعني علشان الدوري يستمر. خلي بالك عندك لسه في شهر 3 اجنده دوليه وارتباطات لمنتخب مصر، فالدوري ممكن يتوقف تاني علشان الناس اوكي تروح. بس عارف مش انت اللي تقول كده كنادي اهلي. لا انا بتكلم لا تطالب بال لا انا بتكلمش انا بتكلم انا شخص انت كاسامه لكن حتى انت كاسامه المفروض عارف ليه صاحب الشان لانه صاحب الشان هو اللي يلغي. انا مش عايز انا عايز اخد بطوله زياده صح. عندي انا كنادي اهلي انا عايز العب على الكاس عشان اخد بطوله زياده عايز العب في الدوري عشان اخد بطوله زياده عندي انا عندي 40 عايز اخليهم 41 انا عندي 36 عايز اخليهم 37 انت فاهم قصدي؟ معاك حق بس لكن هي وجهات نظر هي وجهات نظر.